بجمهورية الموز اللي عايشين فيها ما في معايير واحدة، دايما صيف وشتاء. إذا زعيم أو رئيس حزب من هودي اللي خربوا البلد هدد السلم الأهلي مرة واثنين وثلاثة، ما حدا بيقرب صوبه، بالعكس بكافئوه بيعينوا له وزراء ومدراء عامين، والأجمل إنه الناس بربحوه بالانتخابات. جوع شعبك صعب الباشا، وقت ظهرك وانسى قهرك، بيعلم قهرك صعب الباشا. وإذا شي قامة فنية رفعت اسم لبنان بالعالم العربي وغنت الحب والجمال، إذا غلطت غلطة ورجعت ندمت عليها بيحاكموها على النوايا ولو ما ارتكبت فعل ملموس. حطتني براسه، وإذا بغلط يا كيف البلح بيشوفني أول وحدي. هيدي حالة الفنان فضل شاكر اللي صحيح تأثر بحالة متطرفة اسمها أحمد الأسير، بس هيدي المرحلة خلصت، وإذا بيستحق العقاب نفذوا عمليا بحكم بقائه بمخيم عين الحلوة لتسع سنين مرق فيهم 18 عيد. لا تخبص كتير، الإنسان بيقدر يكون حر وين ما كان. طيب ما بدنا نقعد محل القاضي أو القضاء ونصدر حكم براءة بفاضل، ولا الإرهابي أحمد الأسير ممكن أنه يدافع عنه بأي شكل من الأشكال. يا موسى قل لي اخبطها بسفعة إذا عم تخبط الدبابة ولا كشاف. بس في مثل الحالة اللي عم بتحاسب عليها فاضل آلاف الحالات بالبلد، ليه ما بتحاسبوها؟ يا عمي في شي نهار بيمرق ما منشوف تطرف من سياسيين ومن مواطنين؟ طيب تعطيل تشكيل الحكومة لأنه حدا متمسك بحقوق المسيحيين مش تطرف؟ لا 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 لا. منع بعض الوزراء السابقين والنواب من المسؤول أمام القضاء بجريمة المرفأ مش تطرف؟ لا مش مزبوط هالكلام. الفرجة من كل أجهزة الدولة على طونات نيترات الأمونيوم بالمرفأ مش تطرف؟ ترك المودعين بلا أموال واللبنانية بلا كهرباء مش تطرف وجريمة موصوفة كمان؟ بتعجب اسمع هالشي. هلأ بيجي مين بيقلك انت عم تستخف بدم الجيش ومعركته وأبطاله اللي استشهدوا بمعركة عبرة؟ ما بده مين يعلمنا دروس بحب الجيش وتقدير كل معاركه البطولية شو ما كان السبب. وأنا مع الجيش ظالما كان أم مظلوما، وما بعتقد في يوم كان الجيش فيه ظالم. بس يا جماعة شو الدليل إنه فضل شاكر أطلق نيران على الجيش؟ أنا شفت الأكترية بدها هيك، حكمتها حسب رأي الأكترية. إذا فعلا في طلقة نار غير النيران بالكلام والرأي، حدا يقدم هالإثبات لنخلص من هالتركيبة. فضل شاكر مول حالة الأسير بالأنغام. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. بالصوت والتأييد السياسي الديني، ورجع فائق من الكبوة أو إذا بدكن الجريمة اللي وقع حاله فيها، ولما نوعى على نفسه لقى حاله وحده. هتحمل سنة واتنين والوحدة عذاب وهوى، وحقه يعتب على اللي تركوه من الأنصار السياسيين وعلى الدولة اللي ما قادرة تطبق القانون بكل شيء، بس صارت تبصر القانون بنومة مع فضل. بجمهورية الموز الفاضلة اللي عايشين فيها بيكلموا الحرامي وسارق أموال الناس وقاطع الكهرباء والخبز والبنزين والمازوت، وبيحاسبوا مين؟ جمهورية فضل شاكر.